أبدى المواطنون امتعاضهم من المشاريع الخدمية التي استبشروا خيرا بإنشائها، لكن التأخير في إنجازها ووجود أكثر من مشروع في أغلب أحياء كركوك زاد من استياء المواطن مطالبا بإنجاز حي تلو الآخر. المشاريع بكركوك هي مطلوبة المشاريع، ونشكر جهود الحكومة المحلية بإقامة المشاريع بكركوك، بس المشاريع كلها في آن واحد، يعني الكورنيش وطريق بغداد و90 وطريق المطار، يعني كلهن بآن واحد. يعني اكو سوء تخطيط بالموضوع، لو كان اكو فالتخطيط بالموضوع يسوون خلينا نقول منطقة منطقة او مرحلة مرحلة افضل من ما تكون كلها في مرحلة واحدة. مراقبون اشاروا الى اهمية المشاريع للمحافظة كونها تعزز البنى التحتية وتزيد من انسيابية الشارع فضلا عن تخفيف الاختناقات المرورية، لكن حظر التجوال في ظل جائحة كورونا اثر على عدم انجازها في الوقت المحدد. المشاريع هي خطوة جبارة لمحافظة كركوك، ولم تشهد كركوك منذ سنوات عدة هكذا مشاريع، حتى دخلت في الأزقة التي لم تشهد منذ عشرات السنين عمليات إكساء وتبليط، لكن المؤاخذ عليها بأنها في نفس الوقت جميع شوارع كركوك دمرت وبقيت مثل ما هي عليها دون العمل عليها، بأن تحيي حي وتذهب إلى حي آخر تنجز مشاريعها. مشاريع كركوك تجري على قدم وساق، إلا أن ظروف خارجية أبطأت سير العمل فيها، والمواطن لا يتحلى بالصبر لينتظر جمال المدينة بعد إنجاز هذه المشاريع. سعدون السلطان، قناة التغيير، كركوك.